ممكن سلام ينزل في الامتحان detection of dysmorphic features، طلع dysmorphic features اللي فيه. اول حاجه هتقيس الهيست الكونفرنس، فيها مايكروكيفالي، في فلات اوكسبت سميناها براكن كيفالي، في سلك هير موجود تمام، الاي مانيفستيشن اللي كانساس فولد والابورد سلانتنج والابارنت سكوينت موجود، الديبريس نيزل بريدج موجوده، اللو سيتد اير هنمشي اهو زي ما احنا شايفين كده من الميديال ابيكانسس خط اهو اهو. الناس اللي هنا خط ده فوق التريجس ولا تحتيه؟ وهي فيلوسيتي دير الهاند خلاص يوسف الهاند شورت برود هاند باينه قوي تمام. في هنا تو كريسز بس، المفروض يبقى فيه ثلاثه، ساعات بيسموها انكمبليت سيمي انكريس. الليتل فينجر انكيرفت بيسموها كلين داكتري، حتى تلاحظ كده ان الميد فالينكس رودمنتري، ففي عنده كلين داكتري، وفي وايد ديستانس ما بين البيك تو وما بين السكند تو. دي سمول فيشن اتعرف عليها، ماكرو كيفالي، راكن كيفالي، الاي، بريز نيزل بريدج، اللوسيتد اير، الهاند والفوت. ماشي يا جماعه؟